سلام جايز، صباح بخير، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كل شيء مزيان، كل شيء واداك. البارح في الفيديو قلت لكم بلي انه سوا اليوم ولا غدا ان شاء الله غادي نديروا واحد المفاجاه، ولكن للاسف مازال معطل واحد شويه في الخدمه، دونك ما فيناليزيتهاش اليوم. ديجا يلا كنت مكافي مع الوركشوب اللي كان عندي، وديجا عندي عاوتاني واحد الوركشوب غدا اللي خصني بريباريه. المفاجاه انا كنوعدكم بلي غدا ان شاء الله غادي تكون واجده، دونك غير وجدوا لي راسكم وخليوا لي في لي كومونتير شنو التخمين ديالكم، شنو كيبان لكم غادي تكون هذه المفاجاه. انا غادي نتسنى لي كومونتير ديالكم. وبالنسبه للوركشوب ديال اليوم هضرت فيه على قوه العادات وكيفاش العادات ترانسفورماو حياتي، وبارطاجيت فيها حتى لا ميثود دو ا ا زد كيفاش يمكن الواحد انه يكتسب العادات. وكنت قلت واحد الحاجه اللي مهمه واللي كنقولها في الفيديوهات، سيكو الاستمراريه. الا كان شي واحد عنده هذا المشكل فاول حاجه خصو ياتاكيها هي انه يتعلم كيفاش يكتسب العادات. حيت الا تعلم كيفاش يكتسب العادات سورتو كاين واحد لو كونسيبت ولا واحد الميكانيزم اللي ديجا في الدماغ ديالنا هو كيكري العادات، خصنا نعرفو غير كيفاش نستغلو. خصنا غير ميثود لوجيك فيها 1 2 3 4 5 6 اللي غادي نشدوها، غادي نابليكوها، غادي نكونوا ريغورو فيها، ومع المده هادوك العادات اللي بغينا انصاليو كيوليو اوتوماتيك، يعني كيولي صعيب على اننا نحبسوهم، بلاصه ما انه في الاول كيكون صعيب باش انه نانستالي. وكنت قلت بانه راه ديما ديك 20 يوم الاولى 30 يوم الاولى كتكون صعيبه بزاف. علاش؟ حيت انت هذيك العاده ما عمرك ما كنتي درتيها قبل، دونك بالنسبه للدماغ شي حاجه اللي جديده يحاول يقاومها، يحاول يريزيستي ليها حتى غادي تدوز داك البيريود وغادي تنقص شويه المقاومه. هادشي ما كاينش باللي صافي المقاومه ما تبقاش، غير هي غادي تنقص، ولكن انفو غادي تفوت واحد المده، ديك الساعه غادي اوتوماتيزا هذيك لابيتود. ولكن كيف قلت كاين واحد الشرط مهم واللي هو انه في لافان ديال هذيك لابيتود خص يكون ان رانفورسمون، خص يكون واحد لو بليزير. هذاك البليزير هو اللي كيخليك انك اتاشي لهذيك العاده وكتولي اونكري في الكوتيديان ديالك. دونك هذه اول حاجه يقدر يبدا بها الواحد انه يتعلم كيفاش يكتسب العادات. كاينه ثاني حاجه واللي انه الواحد يتعلم كيفاش يكون ديسيبلين، وكاينه ثالث حاجه وهي لا ستريكتور، كيفاش الواحد ينظم النهار ديالو. حنت تقدر تكون تعلمتي كيفاش تكتسب العادات، ولكن الا ما كانتش عندك واحد لا ستريكتور في لا جورني ديالك، الا كنتي ما منظمش، فكون متاكد على انه هذيك العاده اللي غادي تكتسب غاتجي واحد النهار وغادي تحبسها. وبارطاجيت حتى ليكسبيريونس ديالي كيفاش بديت في 2019 وخدمت على لي كومبيتونس ديالي ليغون واحد عام كامل، وابخي كيفاش بديت صناعه المحتوى في 2020 وبقيت كنلوح فيديو كل نهار من ديك الوقيته حتى لدابا، وكيفاش وصلت لبزاف ديال لي زوبجيكتيف. دونك بغيت غير نعطيكم بالمختصر المفيد اشنو درت في الوركشوب ديال اليوم. وبالنسبه للوركشوب ديال غدا غادي يكون فيه الجول سيتين والايفيكتيف بلانين، يعني كيفاش الواحد يديفيني لي زوبجيكتيف ديالو، وكيفاش الواحد يدير واحد لوغانيزاسيون ايكيليبري ما بين القرايه الخدمه لي زوبجيكتيف العائله وبزاف ديال الحاجات اخرين. وهادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منا. انا نخليكم مع واحد الفيو خطيره، تراو ليا فراسكم، تشوفوا فيديو جديد غدا ان شاء الله.